أهلا بكم. أكدت وزارة الخارجية الليبية اختطاف الملحق الثقفي في السفارة المصرية وثلاثة موظفين آخرين على يد مسلحين في ساعات مبكرة من صباح اليوم. وكان مسلحون اختطفوا ليل أمس الملحق الإداري في السفارة حمدي غانم، حيث أعلنت الخارجية المصرية أن غانم بخير وأن اتصالات تجري على أعلى المستويات للإفراج عنه. وتأتي عمليات الاختطاف هذه بعد اعتقال شعبان هدية رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا في الإسكندرية. وقد أكد السفير الليبي في القاهرة فايز جبريل لقناة النبأ أن هناك اتصالات مع القاهرة لمعرفة ملابسات الاعتقال.